قصة الكهرباء هذا العام ما هي هذه المرة؟ كل سنة تتكرر نفس الشكاوى ونفس المشكلة المتعلقة بالكهرباء، مع الصيف تزداد الانقطاعات. والسؤال اليوم ما هي شنو المشكلة؟ مرحبا بك. كيف تواجهون المواطن العراقي اليوم؟ نعم. مرحبا بجنابك مرة أخرى، حي الله جميع مشاهدي قناة التغيير. الله محيي. اليوم نحن كوزارة كهرباء عملنا بشكل جيد وعملنا بشكل مبكر على أن تكون هنالك خطة تواكب أحمال الصيف، تواكب زيادة درجات الحرارة، تواكب زيادة الأحمال، وبالتالي تمكننا مقارنة بالعام الماضي إلى زيادة نوعا ما طاقات توليدية جديدة، وعلى إدخال خطوط نقل كانت معطلة ومدمرة طالها الإرهاب بفترات سابقة، بصلاح الدين، بمحاولة الأنبار، بديالة، وحتى بنينوى وكركوك. وعملنا أيضا وفق الإمكانيات المتاحة، وبظل غياب الموازنات عملنا على تدعيم قطاع التوزيع بشكل يتناسب ونوعا ما زيادة ساعات تجديد الكهرباء. كنا نعاني من نقص السيولة المالية، ولا زالت الحاجة حاسمة للموازنات المعطلة، أقصد الموازنات العامة للدولة. بطبيعة الحال تعطيل الموازنات عن وزارة بحجم وزارة الكهرباء خدمتها يومية تماسة مباشر بحياة الناس بالتأكيد يؤثر على إكمال المشاريع الاستراتيجية والخطة العامة التي من المفترض أن نمضي بها بشكل جيد لخدمة المواطنين. كما أن إمدادات الغاز بظل عدم اكتمال خطة وقودية كانت الحاجة حاكمة ولا زالت للغاز المورد، وإمداداته كانت منقوصة، وتفاوضنا كان مستمر مع الجانب الإيراني لأن نوفي ما علينا من ديون ومستحقات كانت واجبة الدفع عن عام 20. وبقرارات حكومية من مجلس الوزراء وبمسألة من الكهرباء تمكننا من الاقتراض داخليا من التي بي آي وسداد مستحقات عام 20، وهي من المشاكل بصراحة المرحلة.